اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي عشان نتكلم معاه في كل المحاور على المستوى طبعا البطوله الافريقيه على مستوى البريمير ليج. كل محاور النهارده هنتكلم فيها مع ناقد متميز جدا دايما بيشرفنا في قناه النادي الاهلي. سعيد علي مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن هاني. منورنا. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. منورنا سعيد. محاور كتيره جدا جدا و الأحداث على مستوى كرة القدم في العالم متسارعة جدا، خاصة بنتكلم على المستوى الأوروبي كمان على مستوى الأفريقي. نتكلم صحيح. على فرقتنا مراحل الحسم، أكيد مراحل الحسم، ويمكن صحيح. الأسابيع أو الأسبوع العشرة أيام الجايين أسبوع فاصل في صحيح. طبعا الكرة العالمية على مستوى تصفيات كأس العالم ويعني الملحق الأوروبي كمان عندنا على مستوى منتخبنا وكمان على مستوى نادينا النادي الأهلي اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة. قبل ما نتكلم على مباراه المريخ بكره، مباراه اكيد مهمه جدا، عايز اخد رايك في مباراه سان داونز. النادي الاهلي ادى مباراه على المستوى الفني متوسطه. اسباب الخساره ايه امام سان داونز؟ بص يا كابتن هاني، يعني في الحقيقه يعني انا هقول تعبير مش مبالغ فيه، انا شخصيا شعرت بارهاق من ارهاق لعيب الاهلي. الحاله اللي عايشها لعيب النادي الاهلي انا شخصيا حسيت بالتعب بتاعهم وانت بتتفرج عليهم. ولما بنقول ان ارهاق دي لا شماعات ولا مبررات ولا كلام منطقي جدا، وحضرتك لاعب كره وعارف ده كويس جدا. صحيح نادي الاهلي طوال عمره بيتعرض لضغط مباريات، صحيح نادي الاهلي بيشارك وينافس على كل البطولات، لكن ولا مره في تاريخ النادي الاهلي ولا في تاريخ اي نادي في العالم بتلعب في بطوله قاريه بحجم امم افريقيا ثم بعدها ب 24 ساعه بتلعب ببطوله بحجم كاس العالم للانديه. يعني انت بتلعب بطولتين في نفس الوقت، دي ما حصلتش في التاريخ ابدا، مستحيل. كان بتقابلني بعض التساؤلات، الناس تقول لك انت بتتكلم على 3 4 لعيبه في المنتخب، باقي اللعيبه المفروض مش مجهده، لكن الكلام ده انا بشوفه منافي للمنطق تماما. لانك لما بتتكلم عن اولا مثلا لاعب زي محمد عبد المنعم بحاله الارهاق اللي هو عايشها و120 دقيقه في اربع مباريات متتاليه في افريقيا، وجاي يلعب ثاني يوم كاس عالم للانديه، غايب جنبه بدر بانون قلب الدفاع الاهم في السنوات في السنه الماضيه، وايمن اشرف، تتكلم عن اكرم توفيق اللي غايب ثم ينضم ليه محمد هاني، تتكلم عن عمرو السوليه، وتتكلم عن حمدي فتحي حاله الغياب اللي هم بيعيشوها. فكل هذه الاعمده لما تكون متاثره او غايبه فاكيد اكيد قفشه او عبد القادر او اي لاعب اخر هيتاثر. اكثر من 50% من قوام الفريق متاثر بفعل الاجهاد او الاصابه، فبالتالي ما تطلبش من الافراد انهم يؤدوا اعلى ما عندهم طالما المنظومه كليا بتواجه هذا او هذه الصعوبات الكبيره جدا. فانا بشوف ان النادي الاهلي دفع ضريبه ان مفيش مباريات اتاجلت، غير منطقي بالمره ان النادي الاهلي يتعرض لهذا الكم من المباريات. كل المباريات برضه سعيد على زي ما انت بتقول، مباريات مهمه جدا، مباريات قويه على المستوى الافريقي على المستوى المحلي كمان. صحيح. بتلعب بيراميدز، والنادي الاهلي تحديدا جمهوره ما بيسمحش ان انت تعصب مباراه. لكن انا كنت لسه هتكلم انك ممكن تكون بتلعب في احد الانديه الثانيه، بيكون الامور يعني ممكن تعدي مباراه، تكسر مباراه، تعدي مباراه، تعدي بطوله كمان، في انديه بتعدي بطولات وتخرج من بطولات عادي. انت مطالب في جميع الاحوال وجميع المباريات سواء على مستوى الدوري على مستوى البطوله الافريقيه انك بتحقق مكاسب. وده ياخدنا نقطه ثانيه مهمه، ان ده دفع مستر بيتس موسوماني طوال الوقت انه بيستبدل طرق لعب. هو الراجل مش عارف يثبت شكل وخطه معينه ليه؟ لان هو يهمه بالدرجه الاولى انه ما بيخسرش المباراه، مش انه يطبق فلسفه لعب، فبالتالي بيبدل كتير عشان الفرقه ما تخسرش نقاط قوي. فده برضو بيأثر على اللاعبين. انت النهارده لما تلعب قفشه مره جناح ومره في العمق ومره مهاجم اكيد هيأثر عليه، عدم الثبات ده بيأثر عليه، فبالتالي أثر على الافراد. فبشكل واضح جدا جدا الاهلي خرج من المرحله الصعبه في الموسم او اقترب من الخروج من المرحله الاصعب في الموسم باقل الخسائر واكبر المكاسب، كونك قدرت تحقق برونزيه مونديال العالم، تتصدر الدوري وتهزم المنافس المباشر ليك على القمه بيراميدز بنتيجه كبيره جدا 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 في وقت كل الناس بتشوف الموضوع في سياق تاني او في اتجاه تاني، ثم ان شاء الله انت قريب جدا جدا. انت متواجد ومتواجد بقوه في البطوله الافريقيه، في دوري ابطال افريقيا. صحيح. فبالتالي انت على كل المستويات قدرت تخرج من اصعب مرحله باذن الله من الموسم باكبر المكاسب، وده يخليك تتفائل جدا جدا انك وانت في اسوأ احوالك بتحقق هذه المكاسب، فماذا سيكون الحال عندما تكون في افضل احوالك؟ ده اللي احنا ان شاء الله متفائلين بيه في المرحله اللي جايه. طيب انت بتتكلم ان النادي الاهلي حقق مكاسب كتيره جدا رغم طبعا الظروف الصعبه اللي بيمر بيها وخساره مباراه في وسط بطوله اعتقد مرت علينا سنوات كتيره طبعًا. جدا في البطوله الافريقيه طبعًا. منها طبعا البطوله اللي فاتت واللي قبليها، لكن يبقى مباراه الغد مباراه مهمه، لان خلاص انت دلوقتي
الموضوع مش مستحمل كمان. صحيح. يعني انت الامور في ايديك، عندك مباراه امام فريق اعتقادي الشخصي فريق متوازن، مش هنقول فريق قوي جدا لكن فريق متوازن، ودايما الفريق المتوازن والفريق اللي ما عندوش حاجه يخسرها ده بيكون خطر جدا يعني. صحيح. فانت ايه رايك في مباراه بكره النادي الاهلي امام النادي المريخ؟ طب خليني اقول لك يا كابتن هاني برضو، يعني انا شخصيا من اول ما شفت المجموعه ومن قبل ما يحصل الاحداث اللي حصلت فيها، انا كنت بشوف مجموعه الاهلي هي الاصعب على الاطلاق، لانك اولا معاك المنافس الاقوى على اللقب هو صن داونز، ثانيا انديه المستوى الثالث والرابع انت لما يجي لك قطبين الكره السودانيه بجماهيريتهم بحالتهم المعتاده في بطولات افريقيا، صحيح ما بيحصدوش بطولات لكن طول الوقت هم بيبقوا انداد اقوياء جدا في المباريات الافريقيه. بعد البدايه اللي احنا شفناها انا بشوف نادي المريخ السوداني او فريق المريخ السوداني بما قدمه من نتائج واداء سواء الاهلي او صن داونز في حاله اخرى ان لم يكن متواجد مع اقوى فريقين في افريقيا الاهلي وصن داونز كان هيبقى موجود في دور الثمانيه. انا متاكد او على يقين كامل ان الفريق ده كان هيصعد للدور التالي لو مش مع الاهلي، لو في اي مجموعه ثانيه، لو اي مجموعه ثانيه، لان المجموعات الثانيه لا اسهل بكتير جدا، لكن هو وقع مع اصعب فرقتين في افريقيا البطل والمنافس المباشر بتاعه في السنوات الاخيره الاهلي وصن داونز، فبالتالي صعب المهمه، وده يخليك تقول انك قدام ند قوي منظم زي ما حضرتك قلت يا كابتن، ما بيلعبش بشكل عشوائي، ما بيبالغش في الدفاع والتكتل والاستسلام، لا بيحاول يطلع، يعني المريخ مش شخصيه دفاعيه بالشكل اللي احنا بنشوفه في فرق افريقيا او حتى فرق الدوري المصري اللي طول الوقت بتواجه الاهلي بتكتل غريب جدا، وده شفناه يمكن في المباراه الاولى في الوقت اللي قادر يعمل فيه استحواذ، قادر لعيبه الكوره عندهم لعيبه كوره تقدر تعمل استحواذ بشكل كويس وسط الملعب. صحيح، بينزل يضغط وبيحاول يبادلك التحكم في الريتم، بيحاول يبادلك الحيازه، فده فريق جريء، فريق عنده المبادره، وبيظهر ده من تصريحات مديره الفني اللي طول الوقت بيقول لك انا عايز اعلق برضو يا سعيد على اللقطه اللي شايفينها قدامنا على الشاشه، ان كابتن محمود الخطيب اكيد يعني بيتواجد في اللحظات المهمه جدا، ووجوده مع الفرقه اكيد بينعكس بشيء من الايجابيه الكبيره جدا، من هو طبعا بيدي الثقه اكيد للعيبه وبيقول لهم انتوا لعيبه كبيره وانتوا تحملتوا مسؤوليه في اوقات اصعب من كده. الكابتن محمود الخطيب، عايز اعرف برضو رؤيتك للتواجد بشكل مباشر في الاوقات اللي كان لازم الكابتن محمود الخطيب يكون موجود فيها، بروح الكابتن محمود الخطيب كلاعب كره وبمسؤوليات الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي. يعني في الحقيقه الكابتن محمود الخطيب في الفتره الاخيره او السنوات الاخيره بالتحديد دوره في التاهيل المعنوي والتواجد الدائم مع اللاعبين لافت وملحوظ جدا، ومش محتاج لاي يعني كلام خالص، بشكل كبير في كل المحطات الصعبه اللي النادي الاهلي بيواجه فيها تحديات دايما دوره في تخفيف الاعباء على اللاعبين بتلاقيه متواجد. هو مش بس بيشتغل على المنظومه بشكل فردي او بشكل منفصل، لا الفتره الاخيره بيدخل مع الافراد، يعني مثلا حسام حسن لما تعرض لحاله ان هو بينزل في اخر دقيقه وعيط وزعل، شفنا تاني يوم كابتن الخطيب في التدريب مع حسام حسن. ما دي اللي بتكلم عليها بقى، دي بشكل فردي، دي روح لاعب الكره، لان صحيح. الكابتن محمود الخطيب بيحس لعيب كبير، لعيب على مستوى عالي جدا، ويعني عنده من الخبرات كلاعب كره خبرات كبيره جدا، ومر باوقات صعبه كتيره جدا واوقات فرح كتيره جدا، فهو حاسس بده. صحيح. احساسه باللعيب ده جزء. وخلينا اتكلم كمان على مستوى الاداره، ان في خلال الفترات اللي كان فيها بعض الاشاعات على تجديد عقد موسيماني، كان الاداره ماشيه بخط اكتر من رائع، سبورت جدا للراجل، اختيار توقيت الاعلان على التجديد لموسيماني كان في توقيت مثالي جدا قبل مباراه صن داونز، بيقول للناس ان الموضوع مش مرهون بنتيجه مباراه، ان النادي الاهلي بيعمل وفق خطه وشكل استراتيجي، مش بيعمل بشكل متقطع، فبالتالي ده واضح جدا جدا جدا. كمان انا عايز اشيد بكابتن محمود في نقطه معينه، انه من المفترض في هذه السن انه ينتقل لمرحله المستشاريه، اللي هو في المدرج اللي فوق قوي بيدير من فوق، لكنه كونه بيغوص في تفاصيل التفاصيل في هذه المرحله، فده بيقول لك قد ايه هذا الرجل شغوف بعمله، قد ايه طوال الوقت هو متعمق في كل التفاصيل، ما بيفوتش حاجه كبيره جدا، وطوال الوقت هو بيطلع يتحمل القرارات المصيريه والكبيره عنده الجرأة او الشجاعه ان هو يعمل ده، ولا مره خلال السنوات الاخيره خسر رهانه، فبالتالي ده بيزيد ثقتك اكتر في المجموعه، بيزيد ثقتك اكتر في الفريق، وان شاء الله يجني ثمار ده. ده بينعكس اكيد بشكل ايجابي، يعني بينعكس اولا، يعني الواحد فاكر هو كان بيلعب كوره ويمكن رؤساء الانديه بتنزل الملعب وكان المسؤولين بتيجي وبيبقى فيه اهتمام كبير جدا من الناس المسؤولين عن الفريق
هقول لك ان ده بيدي اولا اكيد مسؤوليه، وكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني عندهم قدر كبير من المسؤوليه، كمان بيديك حوافز، كمان بيديك استقرار وبيشيل الضغوط من على اللعيبه كلها. صحيح، برافو عليك. صحيح. استقرار كمان يعني لحظه اعلان تجديد موسيماني ده نوع من انواع الاستقرار، ان حتى ما فيش فكره تيجي في دماغ لعيب هو المدرب قاعد ولا ماشي، يعني حتى الجزئيات الصغيره، ودايما بنقول في الكوره الديتيلز والحاجات الصغيره جدا هي دي اللي بتفرق. صحيح. نادي كبير عن نادي اخر يعني. صحيح. وبالمناسبه كمان يا كابتن، فكره التجديد لبيتسو موسيماني امر صعب جدا، يعني مش زي ناس متخيله انك بالسهوله انك تجدد لمدير فني حاصل على 2 دوري ابطال افريقيا بشكل متتالي وبيقدم هذا الشكل القوي، ومدرب بيحاصر او محاصر طوال الوقت بالمغريات الماديه اللي بتخليه بيتلقى عروض 3 و4 و5 اضعاف اللي انت بتقدمه، فالتجديد ليه امر مش سهل خالص زي ما الناس ممكن تتصور. فبالتالي لا، انت بشكل مخطط قدرت ان انت تجدد في التوقيت المثالي. انا بشوف اعلان النادي الاهلي على عن تجديد لمستر بيتسو موسيماني، وكمان انك طوال الوقت منفصل عن الجمهور، يعني اللي صحيح. هو انت لما تيجي تدير ما ينفعش تتاثر بالسوشيال ميديا وبالضغوط الجماهيريه في يعني صحيح. في اي مكان في العالم كل الادارات اللي بتسيرها الجماهير والراي العام الخاص بها كلها نتائج سلبيه جدا. النادي الاهلي طول عمره كابتن محمود الخطيب هو امتداد لهذه المدرسه. صحيح. بيشتغل بشكل مستقل جدا عن فكره الجمهور عايز ايه ورايح فين. يمكن في فتره من الفترات حصل انقسام على حوالين مستر بيتسو موسيماني، لكن طول الوقت الدعم كان موجود. كل البيانات اللي كانت بتصدر النادي الاهلي، الموقف الرسمي للنادي الاهلي اللي كان بيصدر طول الوقت، ان نحن داعمون، نحن نثق بكم دائما. فطول الوقت النادي الاهلي بيجني ثمار ده، ان انت بتشتغل بشكل منفصل وبتخطط وبشكل علمي. فبالتالي هو ده الفارق اللي حاصل للنادي الاهلي عن كل منافسيه سواء داخل القاره، سواء داخل مصر او في القاره. انا بتفق معاك تماما، لان الفصل ما بين الاجراءات والمشاكل، مش هقول المشاكل لكن الاجراءات الاداريه بشكل كبير، كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ اكيد ليه دور كبير جدا في فصل اللعيبه اولا بشكل كبير. كمان خلي بالك الضغوط اللي على اللعيبه دلوقتي اكتر من اللي كانت احنا كمان علينا زمان. يعني احنا زمان كان ما فيش سوشيال ميديا بشكل كبير. السوشيال ميديا دلوقتي زي ما قلت ودايما بقول انها بتعمل ضغوط كبيره جدا على اللاعب. اللاعب الذكي اللي هو يستفيد من السوشيال ميديا وما يحطش نفسه في بؤره السوشيال ميديا، ولكن يستفيد منها بالشكل الايجابي. صحيح. النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كمان، السبورت كبير جدا 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 للعيبه، اعتقد ده كان ليهم دور كبير جدا. تعالى انا وانت سعيد نشوف ترتيب مجموعه، طبعا النادي الاهلي المجموعه الاولى قبل انطلاق طبعا المباراه مهمه جدا ما بين النادي الاهلي والمريخ السوداني بكره ان شاء الله. طبعا صن داونز في الصداره وضمن التاهل ب 10 نقاط، النادي الاهلي في المركز الثاني 4 نقاط، الهلال السوداني 4 نقاط، والمريخ السوداني 4 نقاط. المجموعه زي ما بنقول خلاص صن داونز يستحق الصداره بشكل او باخر. صحيح. لكن يبقى مباراه بكره، وعندنا كمان مباراه امام الهلال السوداني. هو خلينا نقول ان الشكل والترتيب اللي حصل ده لولا الظروف الاستثنائيه اللي مرينا بيه كان من المستحيل ابدا ان يكون الفارق ما بين الاهلي والمتصدر 6 نقاط، لكن احنا اتفقنا على ان احنا بنمر بمرحله صعبه وبنخرج منها باقل الخسائر واكبر المكاسب ان شاء الله باذن الله. فبالتالي انا بشوف ان النادي الاهلي قادر على حصد ال6 نقاط امام المريخ وامام الهلال السوداني، والتعامل مع المرحله اللي بعدها بشكل مستقل عن المرحله دي. انا بشوف الى الان رغم ان فريق المريخ بيلعب بشكل منظم ورغم ان الهلال بيلعب بشكل منظم ايضا، لكن تبقى هناك فوارق سواء على المستوى الجماعي او حتى على المستوى جوده افراد النادي الاهلي طبيعي اعلى بكتير من المريخ واعلى من الهلال. وخلينا اقول لحضرتك رغم ان احنا الحاله البدنيه اللي احنا مش في افضل حاله في المباراه الاولى مع المريخ كنا قادرين نكسب 4 و5 لولا كنت عايز السؤال كان مرتبط بالمباراه الاولى وكم الفرص اللي ضيعناها في مباراه المريخ الاولى، و كيف نتعامل مع النقطه ديت بقى من خلال مباراه بكره، لان مباراه بكره مباراه في اعتقاد الشخص انك من الضروري انك تحسمها بدري، ومش معنى انك تحسمها بدري انك تفتح خطوطك وتهاجم بكل خطوطك من الاول، لكن يكون في توازن، ولكن في اصرار من اول ربع ساعه. بيبان النادي الاهلي يا سعيد في المباريات اللي زي دي ان هو اول ربع ساعه بتحس لا النهارده هنكسب، ده احساس. صحيح. الجماهير طبعا. هو يمكن يعني احنا عملنا ده في مباراه الذهاب ان احنا بادرنا بشكل مبكر، يعني بعد عدد مباريات متتاليه بان احنا بنلعب ب3 ارتكاز او ب3 مدافعين، لا غيرنا ال4، رجعنا ل4-2
3-1 وعملنا مبادرة قوية جدا في انطلاقة المباراة، ان انت بتهاجم بعدد كبير. يمكن عانينا بعض في بعض الاوقات من غياب الادوار الدفاعيه لبعض اللاعبين، يمكن عانينا برضو من عدم جاهزيه بيرستاو بشكل كامل بدنيا. يمكن بيرستاو انت كنت بتوظفه في بدايه الموسم في مركز المهاجم، فادواره الدفاعيه كانت قليله ومحدوده، فبالتالي لما انت دفعت بيه كمركز جناح وطلبت منه انه يلعب تحت شويه في نص ملعب شويه قدام ويجمع ما بين الادوار الدفاعيه والهجوميه، فده استهلكه بدنيا كتير وما خلاهوش بيقوم بالدور الدفاعي بشكل كامل. اثر علينا شويه في ان المريخ لقى مساحات وقدر يسجل يعني اخطاء بسيطه جدا جدا نقدر نتداركها، واعتقد ان ده هيبقى درس لينا بكره، ان احنا ازاي واحنا بنهاجم بنفس القوه بنفس الشجاعه بنفس الجراه شخصيه النادي الاهلي المعتاده، ان احنا نكون حذرين في التحولات، في التحولات كل لاعب يكون ملتزم بدور. اعتقد ايضا ان موسيماني تدارك اخطاء او هيتدارك بعض الامور اللي وقع فيها. هيكون من رايك كده طبعا، يعني اكيد موسيماني الادرى بالتشكيل الامثل، لكن نرجع تاني للطريقه. الطريقه وانت قلت من خلال كلامك ان اعتقد من ميزه موسيماني انه هو عنده اكتر من يعني محفظ لعبته اكتر، ما تقدرش تفهم يلعب بايه اكتر من طريقه، يعني ممكن يلعب 4-4-2 4-2-3-1 4-3-3 3-4-3. فكل دوت شيء ايجابي ان اللعيبه تعرف تعمل ده، المش ايجابي انك في كل ماتش تلعب بطريقه، ده شيء مش ايجابي. لكن ايه الطريقه الامثل بكره امام فريق زي ما بقول لك فريق يعني مش خسران حاجه وبيلعب قدام بطل افريقيا، وبالتالي ممكن يكون عنده جراءة، ممكن يكون عنده شكل دفاعي ويعتمد على الهجمة المرتدة، ممكن يعتمد على الكرات الثابتة، كل ده وارد للمريخ. لكن الأمثل للنادي الأهلي، أنا بشوف إن الطريقة الأمثل للنادي الأهلي واللي من خلالها بيستطيع استغلال كل مقاوماته الهجومية هي 4-2-3-1، وبشوفها أنسب للمباراة دي علشان تعمل الكثافة العددية في الثلث الأخير من الملعب وتبقى عندك القدرة إن تهاجم بأربع لاعبين. فبالتالي أنا بشوف 4-2-3-1 هي الأنسب مع الاعتماد على واحد من الأجنحة على الأقل، مش هقول الجناحين، يكون قادر على الالتزام بأدوار دفاعية. بمعنى إن أنا بشوف إن إحنا نلعب في بالجناحين أحمد عبد القادر ثابت في الجهة اليسرى، وفي الجهة اليمنى واحد من طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات، لأنه أقدر على إنه يلعب الدور الدفاعي من بيرسي تاو. فبشوف إن بيرسي تاو يعني يؤجل دخوله في المباراة إلى الجزء الأخير من المباراة على الأقل. ثنائي الدفاع بقى، ثنائي الارتكاز في وسط الملعب، عندك ثلاثة، عندك طبعًا أكيد تختار مين من الثلاثة؟ أنا بشوف حمدي فتحي وعمرو السولية أو ديانج وعمرو السولية. عمرو السولية لا غنى عنه لأنه محتاج برضو اللاعب اللي هيعمل التكملة الهجومية، اللاعب اللي بيتقدم بوكس تو بوكس يعني. انما بصراحه انت طول الوقت ما ينفعش او هتجد نفسك في حاله حيره شديده عندما تقارن حمدي فتحي او ديانج، لانك طول الوقت قدام اثنين سوبر ستار، اثنين طول الوقت توب فورم، اثنين طول الوقت عمرهم ما خذلوك ولا مره. فبالتالي انت وانت مطمئن بتشوف اي حد في الملعب منهم ما عندكش اي اعتراض على او اي شك في انه هيقدم 100% من اللي عنده. لكن انا يعني زي ما قلت لحضرتك انا بميل اكتر او بفكر اكتر النقطه اللي احنا نهاجم بيها، نهاجم ازاي، نهاجم بثلاثه ولا نهاجم باربعه. فانا بشوف ان احنا محتاجين نهاجم باربعه لانها بتساعد محمد شريف قوي قوي، بتخليك تاخد اعلى ما عند محمد مجدي قفشه لما بيلعب بشكل حر وبيلعب سواء في طبعا هو طرق. عنده حريه في الانتقال يمين شمال، وهو دايما قفشه بيحب ده، يعني قفشه ما بي يعني مستواه بيقل شويه او قدراته بتقل شويه لما تحدد دوره تحدده في حته يعني صحيح. فبالتالي انا بشوف ان احنا نقدر نستغل ده، وكمان زي ما قلنا محمد شريف بيستفيد جدا لما يكون حواليه العدد الكبير ده، لانه بيشغل المدافعين وبيوفر له هو المساحات اللي بيحتاجها ودور عليها. فبالتالي احنا شفنا محمد شريف مع 4-2-3-1 في اخر اربع مباريات بيسجل ازاي، يسجل عدد كبير، بيسجل كل مباراه، وفي مباريات سجل فيها هدفين. فبالتالي انا بشوف ان هو قادر برضو ان يكون متواجد بشكل قوي بكره لو لعبنا بنفس الشكل. الاوراق اللي بره بقى، يعني دايما اكيد كل مدير فني بيكون عنده اوراقه بره، اوراق اللي هتساعده يعني. عشان كده انا بقول بيرسي تاو بره. ليه بيرسي تاو بره؟ لانه بدنيا مش جاهز يلعب 90 دقيقه. طب حسين ولا طاهر؟ طاهر برضو. انا شخصيا يعني بشوف طاهر يعني اقوى دفاعيا، يعني بيقدر يقوم بالدورين بشكل بيلتزم جدا جدا تكتيكيا ان هو يقوم بالدورين. حاليا يمكن حسين الشحات في بعض الاهتزاز في الثقه، يعني مش عايز احطه في مواجهه 90 دقيقة كاملة ومن البداية وحمل المسؤولية، يعني أجله شوية. كمان أنا بشوف إن طاهر عنده قدرة على كسب الثنائيات في برجله أوسع،
قدرته على ان هو يتفوق في المواجهه الفرديه، والشوتنج عنده اعلى يعني تسديداته بتبقى اقوى بس انا معاك في كل اللي بتقوله، بس يعني انا كمان شايف طاهر لما بيكون ناحيه الشمال افضل، لانه يعني تاني بنقول على مستوى 4 2 3 1 بنتكلم على طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر مش اشول، وبالتالي يبقى عنده شويه ديفو شويه ان هو يخش لجوه يبدا يعمل الدبل باص او يستعمل رجليه الشمال اكتر. صحيح. فاكيد مطالب لو بتلعب 4 2 3 1 ان الجناح يخش لجوه عشان تفضي لمحمد هاني مثلا، او تفضي صحيح. لو حد من حتى وسط الملعب. هو موسيماني بيعتمد على دي في الفتره الاخيره، ان الجناحين لازم يلعبوا بالقرب من محمد شريف في القلب عشان يطلع الاثنين الظاهرين، متفق معاك جدا، وده يساعد طاهر اكتر ان هو يقرب من المرمى، ما يبقاش يلعب على الطرف، يبقى جوه البوكس اكتر، يبقى جوه يعني. ويبقى مهاجم تاني يكمل مع محمد شريف في قلب الملعب في بعض الاوقات. فانا يعني شخصيا برجح كفه طاهر على حسين الشحات، وبشوف ان حسين ممكن يضيف في الجزء الثاني من المباراه، يعني يضيف اكتر لما تظهر مساحات، يستغل ذكائه في التمركز، ويستغل ان هو بيقدر يوصل للجون بشكل سهل. وايضا نقدر نستغل جدا جدا تاو، لان تاو نزلت عند رايي بشوفه واحد من اللاعبين اللي عندهم قدرات ومهارات استثنائيه واضافه كبيره، مش بس النادي الاهلي للدوري المصري، لكن هو بيمر بحاله تراجع بدني طبيعي. وزي ما قلنا تبديل ادواره من المهاجم للجناح وتطلب منه الادوار المزدوجه دفاعا وهجوما، ده اثر عليه. هو لكن اكيد عنده الوقت اللي هيرجع تاني لحالته البدنيه وهيظهر امكانياته، هترجع امكانياته لانه لاعب غير عادي. كل التوفيق اكيد لفرقتنا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بالفوز، وان شاء الله المشوار ال11 يكون مشوار باذن الله يتوج بالبطوله وتضاف بطوله غاليه لدولاب النادي الاهلي. هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل نرجع لطبعا يعني الشامبيونز ليج ابطال الدوري الاوروبي من خلال مباريات يعني مهمه جدا ومفاجات كبيره جدا جدا هنتكلم عليها طبعا مع سعيد علي، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب مره ثانيه بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. سعيد، من بطولة أفريقيا لدوري أبطال أوروبا، مباريات قوية جدا، مفاجآت كبيرة جدا جدا، عايز أعرف رؤيتك الشاملة قبل ما نخش في التفاصيل والمباريات والمفاجآت. شفت مباريات يعني امبارح وأول امبارح ازاي؟ أو يمكن طبعا المباريات صارت بالشكل الطبيعي بتاعها، يمكن المفاجأة الوحيدة أو يمكن نقول المفاجأة الأكبر وداع يوفنتوس الإيطالي أمام فياريال. يمكن برضو اياكس امستردام واحد من الناس اللي انت تزعل ان انت تشوف الفريق ده بيخرج، لانه بيعمل ماتشات وبيلعب كره قدم انت طول الوقت تستمتع وتتذوق كره القدم مش بس بتتفرج عليها. فبالتالي دول المفاجاتين، غير كده كل الامور صارت في سياقها الطبيعي. حتى مانشستر يونايتد انا بشوف ان خسارته كانت طبيعيه. هنتكلم بالتفصيل على كل دوت، كل مباراه بتفاصيل، لان كان في مفاجات كتيره حتى على مستوى الاداء ومستوى النتائج. لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير، التقرير ده فيه طبعا سيطره الفرق الانجليزيه والاسبانيه لافضل 8 فرق على مستوى اوروبا المتواجدين في دور الثمانيه في بطوله او دوري ابطال اوروبا. نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. أسدل الستار مساء أمس على مباريات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بنهاية مبارتي تشيلسي مع ليل الفرنسي ويوفنتوس أمام فياريال الإسباني. وشهدت نتائج دور ال16 خروج بعض الأندية المرشحة للعبور إلى دور الثمانية، وخاصة الرباعي باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وأياكس أمستردام. وسيطرت الأندية الإنجليزية والإسبانية على بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد بعدما تأهلت 6 أندية من البلدين إلى دور الثمانية بواقع 3 أندية إنجليزية ومثلها إسبانية. وتواجد في دور الثمانية الكبار في أوروبا أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزية وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانية، إلى جانب العملاق البافاري بايرن ميونخ والعريق بنفيكا البرتغالي. وأثبت ريال مدريد من جديد أنه فريق بطولة ويعرف جيدا كيف يتقدم في المنافسة على الكأس ذات الأذنين الكبيرتين بعدما أطاح بالعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بملايينه وكوكبة نجومه مبكرة خارج البطولة، تاركا نيمار وميسي ومبابي في حسرة متكررة مع لعنة الخروج الأوروبي. وعلى صعيد هدافي البطولة
لا زال القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحلق في الصدارة متفوقا على الجميع، وخلفه الإيفواري سباستيان هالير الذي ودع فريقه أياكس أمستردام المنافسات، فيما ينافس على نيل لقب الهداف بقوة أيضا الثنائي المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما. الإثارة تتواصل حتى الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا أحد بات يتوقع حاليا لمن تقرع الأجراس في النهاية في ظل النتائج المفاجئة التي حققتها الكثير من الأندية المشاركة حتى الآن. أكيد كانت مفاجآت كبيرة جدا من العيار الثقيل، وخلينا أقول لحضراتكم يعني كان كل الفرق اللي بتلعب على أرضها خرجت يعني يوم الثلاث وامبارح من بطولة دوري أبطال أوروبا. نتكلم عن مفاجآت كبيرة جدا جدا سعيد على مستوى النتائج، على مستوى الأسماء كمان صحيح. اللي خرجت. وخلينا يعني قبل ما نخش في مباراة عايز أعرف رأيك في خاصة اليوفنتوس، خسارة بثلاث أهداف وكان ممكن تزيد جدا أمام فياريال. تمام. خلينا كابتن أتكلم معاك بشكل عام قبل ما أخش على يوفنتوس ومباراة أمس. التراجع الكرة الإيطالية يمكن اتكلمنا عن زي ما حضرتك اتكلمت في مقدمتك النهارده وفي التقرير عن تفوق الأندية الإنجليزية والأندية الإسبانية، يمكن بنعيد وبنكرر وبشوف بشكل دائم إن سر تأخر الكرة الإيطالية هو تمسكها بهويتها أو عدم ملاحق إنها تلحق الحداثة الخططية الكبيرة اللي حصلت في الكرة العالمية. يمكن بدأ بشكل نسبي يتغير في الفترة الأخيرة إن الكرة الإيطالية تتحرر شوية من الكرة المعتادة بتاعتها وبتلعب كرة في بعض الأندية زي أتلانتا مثلا، نابولي ابتدوا يلعبوا الكرة الشاملة، الكرة الحديثة، الكرة اللي بتعتمد على الضغط العالي والاستحواذ. المنتخب إيطاليا أيضا تحرر بشكل كبير جدا لدرجة إن أنت بنشوف كيليني في التلت الأخير من ملاعب الخصوم في اليورو الأخيرة وأمام إنجلترا بالتحديد في نهائي اليورو. فبالتالي رغم خسارة يوفنتوس ورغم النتائج السيئة للكرة الإيطالية، هي مش وليدة اللحظة، لكن انا بشوف ان في تقدم نسبي بيحصل في ايطاليا. حتى انتر ميلان السنه دي بشوفه قدام ليفربول عمل مباراتين هايلتين في الذهاب والاياب، وبدا يعتمد على فكره البناء من الخلف، الضغط بشكل قوي جدا، الخروج بالكره كان قادر يعمل ده قدام اقوى فريق في العالم بيمارس الضغط. فانا بشوف الكره الايطاليه يعني نسبيا بدات تلحق بالحداثه التكتيكيه، لكن يوفنتوس بقى بالتحديد الفريق الوحيد انه مصر على نفس الشكل والاستراتيجيه. طب تعالى انا وانت نشوف النتائج. نتائج طبعا دوري ابطال اوروبا، يمكن الجوله اللي كانت يوم الثلاث والاربع والمفاجات الكبيره اللي حصلت زي ما بقول لحضراتكم، غياب طبعا فرق ايطاليا، لكن نشوف بقى النتائج كلها، نتائج الذهاب والاياب. وطبعا سبورتنج لشبونه طبعا كان خسر ده ذهاب والاياب 5-0 طبعا، ومانشستر سيتي على سبورتنج لشبونه، وكمان ريال مدريد ده الاجمالي الذهاب والاياب، وطبعا اجمالي المباريات فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان 3-2، ريد سالزبورج طبعا و 8-2 بعد ما كان النتيجه 1-1، وكان فوز البايرن ب 7-1 واصبحت طبعا الاجمالي 8-2. انتر ميلان بيخرج على ليفربول بنتيجة 2-1 مجموع المباراتين. فيا ريال والمفاجأة الكبيرة بإجمالي 4-1 أمام اليوفنتوس. تشيلسي نتيجة متوقعة إجمالي 4-1 أمام بطل فرنسا ليل. وطبعا مانشستر يونايتد والخروج أمام أتلتيكو مدريد 2-1 طبعا بعد التعادل في مدريد، ولكن في طبعا المانشستر وفوز أتلتيكو مدريد 1-0. أياكس أمستردام من مفاجآت طبعا هذه البطولة خروجه من بنفيكا 3-2. لما نرجع ليوفنتوس يا كابتن، هنشوف ان يوفنتوس زي ما بشرح لحضرتك كده وبنتكلم مع بعض، هو تأخر كثيرا في استبدال الاستراتيجي الايطالي اللي بيعتمد عليها في طوال عمره. صحيح. فبالتالي الاصرار على اختيار أليجري انا بشوفه تاخر او على الاقل بقاء في المنطقه المتاخره. يوفنتوس محتاج تغيير على مستوى المدرب بشكل كبير، محتاج ناس بتلعب كره عصريه كره شامله. يعني هنتكلم على يوفنتوس بالتفصيل يا سعيد، بس عايز اخد اول حاجه مباراه المان يونايتد واتلتيكو مدريد. يمكن بعد التعادل 1-1 هناك كان طبعا المان متاخر وعاد للمباراه. صحيح. كان يمكن كل الظروف او كل
التكهنات او الرهانات رحل صالح. كان في تفاؤل في معسكر يونايتد بشكل كبير، خاصه بعد الفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي وهاتريك رونالدو، فكان في تفاؤل غير عادي. صحيح. والجميع اعتبر ان خلاص يونايتد عبر، لكن انا شخصيا كنت واثق جدا ان، مش عايز اقول واثق ان يونايتد هيخرج، لكن واثق جدا ان اتليتيكو هيكون الطرف الاقوى، لان سيميونو لعبته والادوار الاقصائيه، سيميونو يخرجه من فكره الدوري الطويل وال 38 جوله والصراع مع منافسين اقوى منه بيلعبوا كره افضل منه، وحطه في حته الادوار الاقصائيه، وخاصه في المحطات الاخيره هتلاقي الراجل قادر يخلق لك صعوبات كبيره جدا، وفي النهايه انتصرت الاستراتيجيه الانسب للادوار الاقصائيه. طب عايز اخد من سؤال مهم جدا، فرقت جدا حسابات المدربين بعد الغاء الهدف الاوي بهدفين، انت شايف ده افضل حسابات المدربين اتغيرت بشكل كبير بالنسبه للنتائج؟ صحيح طبعا، هو بيبقى افضل عموما للمدرب الاشجع او الفريق اللي عنده الشخصيه الاجرى اللي هو قادر يهاجم بره وجوه. صحيح. وقادر يسجل في اي ملعب، ده بيلعب لما بيجي يلعب على ملعبه ما بقاش حذر او متخوف من فكره ان هو يستقبل، ان هو قادر يسجل هدف واثنين وثلاثه، بيبقى خايف في النظام القديم كان بيبقى متخوف من استقبال هدف بهدفين في الحسابات، فبالتالي طبعا اكيد فرق. لكن يمكن سيميوني كان من الناس اللي بيستفيدوا من النظام القديم، ولو قابل فرقه بحجم مانشستر سيتي في هذا التوقيت او بايرن ميونخ او ليفربول هيكون النظام ده مضر ليه، لان هو بيحاول طول الوقت ان هو يدافع ويخطف من هجمه واحده، فكان ده بيؤرق دايما المنافسين الكبار زي بايرن ميونخ وزي الانديه اللي بتلعب كره هجوميه زي مانشستر سيتي. فبالتالي اعتقد ان سيميوني يحب الفلسفه القديمه اكتر، لكنه مازال ند قوي جدا. ايضا بشوف ان يونايتد ما عملش اللي عليه، وبشوف ان رانجنينج اختار الفلسفه الغلط او اختار الاستراتيجي الغلط خلال المباراه، لما شفنا يعني بشكل عجيب جدا جدا اختار انه يبعد كريستيانو رونالدو عن منطقه الجزاء طوال الوقت، مش عارف هو كان بيستهدف ايه. كريستيانو رونالدو طول الوقت تقربوا من الصندوق، ما ترهقوش كتير بره. مش بس كده، انا اشك انه اتفرج على اتلتيكو مدريد او فكر اتلتيكو مدريد بيلعب ازاي، لان طول الوقت اتلتيكو مدريد مش بيغامر بفكره انه يتقدم احد قلوب الدفاع، يمكن الثلاث مدافعين دايما ساكتين. يعني انت حتى لو المهاجم اللي هو رونالدو بتراهن ان هو يخلق لك المساحات لما يطلع لبره ويسحب احد المدافعين او قلب الدفاع، ده ما بيحصلش. اتلتيكو مدريد واحده من اهم العوامل اللي بتخليه طول الوقت في حاله امان دفاعي او بيصعب قدرتك على خلق الفرص ان الثلاث مدافعين ثابتين، لعبت مهاجم وهمي. انت لو اتكلمت على المستوى الدفاعي عندك طبعا ماجواير وعنده مشاكل كبيره جدا على مستوى الثقه وعلى صحيح. مستوى الاداء. لو بتتكلم على الشكل الهجومي راشفورد مش في مستواه. صحيح. رونالدو كمان مش عايزين يبقى كل العيب على رونالدو، رونالدو بيعمل مباريات جيده جدا. انا بشوف المنظومه بصراحه صحيح، المنظومه الهجوميه زي ما حضرتك اوضحت، لا المنظومه كليا هو اختار فلسفه غلط. وكمان يعني كنت لسه هاجي لحضرتك، المنظومه الدفاعيه منهوره بشكل مرعب لدرجه انك بتشوف خصم بيروح عليك ثلاث مرات بس، ديباول تسديد ديباول اللي تصدى ليها بشكل خارق دخيه في بدايه المباراه، ثم الهجمه الثانيه هدف تسلل كان اتلتيكو قادر ان هو يتجنب هذا التسلل، واللقطه الثالثه لقطه الهدف. فده بيقول لك قد ايه ان انت اي حد او اي مهاجم او اي فرقه بتروح تقول سلام عليكم بتسجل، يعني انت فرقه وصلت ثلاث مرات فقط بهذا الشكل، تسديده من بعيد جدا وكره اوف سايد، والكره الثالثه هدف بيسجله الظهير الايسر لودي، ظهير ايسر بيسجل براسه من داخل الستة ياردة مع فريق اصلا بيعتمد كليا على شكل بالرغم ان حتى ديخيا دلوقتي مستواه افضل كتير جدا مع بدايه الموسم، وده شيء غريب ان انت في منظومه منهاره بهذا الانهيار الكلي مش الجزئي، وامام قلوب دفاع متهاويه، يعني قلوب دفاع تشكك اي حد في نفسه وما تخليكش ابدا عندك اي ثقه في نفسك، ومع ذلك ديخيا بيقدم مباريات وبيقدم وقت استثنائي، ولولا وجود دخية انا بشوف ان يونايتد ما كانش هيكون قادر بالاساس انه يلعب في بطولات اوروبيه. طيب قدامنا طبعا الاحصائيه، هناخد من الاحصائيه رقم كده، يعني انت بتتكلم على عرضيات اتلتيكو مدريد 5 عرضيات مقابل 16 عرضيه للمان يونايتد، وتلاقي النتيجه 1-0. ده خطا في التكتيك بالنسبه للرار في المدير الفني، انه عنده عرضيات كتيره جدا، ولكن يمكن التواجد في المناطق داخل ال 18 او الانتشار داخل ال 18، بتكلم على الانتشار الهجومي. صحيح. يعني في ديفو كبير جدا لدرجه 16 عرضيه وما فيش ولا هدف. الرقم ده كابتن هاني، يعني الرقم ده باختصار شديد جدا جاوب على اللي احنا قلناه، انت اخترت استراتيجيه تلعب عدد كبير من العرضيات في وقت انت بتعتمد على ان رونالدو بعيد، يعني انت هتلعب عرضيات لمين؟ انسب حد ليك او اقدر حد يلعب الادوار داخل الصندوق هو رونالدو، فبالتالي ابعاده عن المنطقه خلاك مش قادر
تستغل هذا الكم الكبير من العرضيات. الى جانب كمان يعني انت واحده من الرهانات اللي انت بتراهن عليها او بتعول عليها لما بتعتمد على مهاجم زي رونالدو بره الصندوق انك توصل له الكره وهو جاي من ورا. يعني واحده من ثلاث عوامل بتعتمد عليها ان هو هيجي من تحت فالكره توصل له. ده ما حصلش حتى كمان. وكمان زي ما انت كنت بتقول على المستوى برضو من خلال الارقام ان يجي عليك ثلاث فرص فيجي فيه جول مقابل انك عندك خمس فرص للمان سيتي. ف ده كمان بنشوف في الارقام ديت بيقول لك ان انت دفاعيا وهجوميا ثلاث فرص يجي فيه جون ده رقم برضو كبير. يعني صحيح. لما تروح عليا مثلا ست فرص هتجيب جونين فبرضو المنظومه الدفاعيه متهاويه مرعبه. يعني صحيح. يعني على مستوى الجماعي وعلى مستوى الافراد هاري ماجواير يعني الموضوع تعدى كونه ازمه ثقه. الموضوع مرعب بشكل غير طبيعي. يعني ازاي لاعب هو الاغلى اغلى مدافع في العالم بهذا المستوى وهذا الاداء وليه طول الوقت مفيش بحث عن حلول؟ يعني ليه متواجد في الملعب؟ يعني هنيجي للكلام دوت برضه سعيد. لكن انت كنت بتتكلم عن الكره الايطاليه وعدم وجود فريق في دوري ابطال اوروبا يمثل الكره الايطاليه. وعشان كده يعني يسعدنا كمان يكون معانا حد يتكلم عن الكره الايطاليه بشكل كبير وخاصه لو كان مسؤول دلوقتي هو مسؤول في الكره الانجليزيه هو المدير الرياضي لفريق واتفورد الانجليزي لكن كمان هو ايطالي كريستيانو جارييتا. ده طبعا هيكون معانا عبر سكايب وهنتكلم معاه في كل المواضيع ما يخص الكره الايطاليه وغياب الفرق الايطاليه عن دوري ابطال اوروبا. كمان نتكلم على الدوري الانجليزي بشكل اكتر موسع بشكل اكبر. طبعا كريستيانو بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير على الجميع. انا سعيد بتواجدي على شاشه ثاني اكثر الانديه تتويجا بالبطولات القاريه في العالم واستغل هذه الفرصه باطيب التمنيات لجماهير الشياطين الحمر بالتوفيق للنادي الاهلي غدا في مباراه تشامبيونز ليج الافريقي. كريستيانو شكرا ليك على تواجدك معنا على قناه النادي الاهلي. خليني ابدا الحوار بيوفنتوس. ازاي شفت الهزيمه الكبيره لليوفنتوس امام فيا ريال امبارح بثلاث اهداف وعدم وجود اي فريق من الدوري الايطالي في الثمانيه او الدور الثمانيه لدوري ابطال اوروبا؟ دعني أكون صريحا بكل صدق لم أنتظر أن يهزم اليوفي أمام فياريال. أتحدث عن الهزيمة من الأصل لكن أن يهزم اليوفي بثلاث أهداف مقابل شيء في اليانج ستاديوم في تشامبيونز ليج من فياريال وهو فريق على الورق ليس أكبر ولا أقوى من اليوفي لكن للأسف اليوفي فرط في الفوز في مباراة الذهاب ودخل مباراة العودة بالأمس بطمأنينة ولهذا اليوفي خسر المباراة لكن خسارة ثقيلة. دعني أقول عبر قناة الأهلي بالنسبة لبطولة تشامبيونز ليج الفرق الإيطالية تعاني معاناة كبيرة جدا لم ننتظرها من جميع الفرق الإيطالية لكن الفرق الإنجليزية هي أكثر نجاحا وأكثر قوة وهذا يظهر في الفنيات الكبيرة للعب. ودعنا أقول لك ليس سهلا أن يفوز فريق إيطالي في هذه الأيام ببطولة تشامبيونز ليج لكن الفرق الإيطالية لديها تكتيك عالي لكن لا يستطيعون أن يجاروا الفرق الإنجليزية الأخرى. على عكس توقعات كريستيانو كل الناس كانت متوقعة بعد فوز المنتخب الإيطالي باليورو 2020 أن يكون هناك طفرة في الكرة الإيطالية. هل مستوى الكرة الإيطالية وقدوم أو اقتراب التصفيات والملحق الأوروبي للكأس العالم في بعض المخاوف بالنسبة للجماهير الكرة الإيطالية ومحب الكرة الإيطالية في عدم تواجدها للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم القادم؟ القلق موجود. دعنا أكون صريح. هناك قلق من مباراة البلاي أوف.
لا استطيع ان انكر ذلك. مقدونيا الشماليه على الورق ليست اقوى من ايطاليا، لكنها فازت في المانيا وتاهلت كثاني مجموعتها. اذا الرؤوس متساويه، يجب ان نحترم مقدونيا الشماليه قبل التفكير في المباراه الاخرى، مباراه البرتغال امام تركيا. لكن أتمنى أن نفوز في الأول على مقدونيا الشمالية ثم نفكر في المباراة. القلق موجود، ولكن يجب أن نأخذ مباراة ثم الأخرى، ويجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. الكرة الإيطالية تعاني، وهناك قلق من مباراة مقدونيا الشمالية أيضا، وهذه أشياء صعبة تمر بها الكرة الإيطالية. طيب بالنسبة لملف الكرة الإيطالية، من واقع خبرتك الكبيرة كمدير رياضي طبعا لواتفورد دلوقتي للسبورت دايركتور، ومن خبراتك السابقة، إيه اللي ناقص الكرة الإيطالية للرجوع مرة تانية لسابع عهدها؟ قبل كل شيء، منذ 10 سنوات عندما كان اللاعبون الأجانب وعندما كان الدوري الإيطالي واجهة تجلب جميع نجوم العالم، كنا الأفضل، لأن كانت لدينا أشياء كثيرة لن تجدها في البريمير ليج. ودعنا أقول لك، صلاح عندما كان اللاعب المصري عندما كان في السيريا في الدوري الإيطالي، كانت أسهم الدوري الإيطالي في العالي. هل تعلم أن صلاح عندما غادر الدوري الإيطالي وذهب إلى إنجلترا، هذا يقلل من أسهم الكرة الإيطالية؟ ليس هو فقط، لكن جميع اللاعبون عندما تغادر الكرة الإيطالية يقل الأسهم. لكن الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي له طابع خاص، طابع دفاعي. إذا ما قمنا بمقارنة الدوري الإيطالي بالنسبة للاعبين وبالنسبة للدوريات الأخرى، صعب على أي لاعب يتأقلم في الدوري الإيطالي، لكن ينقصنا أشياء كثيرة. يجب أن توجه السؤال إلى الاتحاد الإيطالي. هناك أشياء يجب أن نتعلمها من البريمير ليج. ها هنا أنا إيطالي وأعمل في واتفورد في إنجلترا، لكن كما ذكرت أفضل اللاعبين الآن في إنجلترا. هاخد من كلامك بالنسبة لمحمد صلاح، وأكيد لما تقول محمد صلاح أكيد هنتكلم عن تجديد التعاقد ليفربول مع محمد صلاح الفترة اللي جاية. من خلال تواجدك هناك وطبعا يعني متطلع على كل الأجواء خلال الفترة اللي فاتت، هل محمد صلاح سيتواجد مع ليفربول يعني الفترة اللي جاية، ولا محمد صلاح هيكون له وجهة أخرى يعني؟ أعتقد أن صلاح سعيد بتواجده في ليفربول. بكل طبع لديه العديد من العروض التي انهالت على صلاح في الأيام الأخيرة، خاصة بعد وصول اتفاق وكيل أعماله مع الإدارة إلى طريق مسدود. لكن بعد ظهور صلاح بالأمس في مباراة الأرسنال، أعتقد أن الأمور في الأيام القادمة قد تكون بأفضل شيء للفرعون المصري. لكن بكل طبع من وجهة نظر الشخصية، إذا كان على ليفربول أن يفوز بالدوري الإنجليزي والبطولة الأوروبية، يجب أن يبقى صلاح في ليفربول. إذا كانت إدارة ليفربول لديها وجهة أخرى، وإذا كانت لديها رغبة أخرى، أو كانوا تعاقدوا مع جناح آخر من أجل التخلي عن محمد صلاح، قد يكون رهان صعب وقد يدفع ثمن اختيارهم. ليفربول فريق كبير، لكن صلاح خلق جو عظيم في فريق ليفربول. بالنسبة لي أنا لا أرى محمد صلاح في فريق آخر غير ليفربول. طبعا بالنسبه للبريمير ليج وواتفورد، واتفورد اكيد من الانديه اللي كان ليها سابق وعهد في البريمير ليج بصولات وجولات، اين واتفورد دلوقتي، وخاصه ان في مدرب ذو خبره كبيره جدا روي هوتسون، ويمكن روي هوتسون كان احد المدربين اللي اتشرفت بالتدريب معهم في سويسرا، مدير فني على مستوى عالي عنده خبرات كبيره، لكن اين واتفورد الآن وما طموحات واتفورد في الفترة اللي جاية؟ قبل أي شيء، آخر 10 سنوات واتفورد كان قريب ولعب على مقاعد أوروبية تأهيلية.
قمت بعمل كبير وتم انفاق العديد من الاموال في جميع انحاء اوروبا من اجل ان يكون واتفورد في الواجهه وان يصارع الكبار. لكن دعني أقول أن واتفورد الآن هو فريق من فريق يصارع على مقعد في أوروبا إلى فريق يصارع على الهبوط. لم نتعود على ذلك. أنت ذكرت أن بريمير ليج بطولة الدوري الإنجليزي بطولة صعبة، لكن لدينا مشاكل اقتصادية هي ما أثرت على وضع الفريق وجعلت الفريق في وضعه الحالي. لكن أتمنى أن نكون في مكان هادئ، ثم سنعود العام القادم ونلملم الأوراق. لكن اختلاف كبير بين واتفورد 10 سنوات مضت وواتفورد الآن. لكن دعنا نتحدث عن عائلة الفينسر والعائلة المالكة لواتفورد. نجتمع دائما وأنا أتحدث من مكتب واتفورد في إنجلترا. أتمنى الأفضل لنا في العام القادم. كل التوفيق طبعا لواتفورد في خلال السنوات القادمة. لكن خليني أسألك برضو كريستيانو عن المنافسة الشديدة على الفوز بالبريمير ليج بعد اقتراب أو يعني تقليص الفارق ما بين المان سيتي وليفربول إلى نقطة واحدة. البريمير ليج شايف رايح لفين، ومن سيكون بطل البريمير ليج السنة دي؟ ذكرت من قبل أن ستكون مواجهات كبيرة. 69 punti in Liverpool, 70 punti in Manchester City. نقطة فقط هي من تبعد السيتي عن ليفربول. هناك حديث عن الورق، جميعنا نتحدث من المكاتب على الورق، لكن هناك مباراة ستكون أو كانت في 10 مارس، مباراة سيتي ومانشستر يونايتد، حددت بأكثر من سيكون بطل البريمير ليج. هذا ما يعني من وجهة نظري أن مانشستر سيتي المفضل لكي يفوز بالدوري الإنجليزي، أيضا ليفربول. ومن وجهة نظري أعتقد أن مباراة السيتي وليفربول ستحدد بطل الدوري الإنجليزي. ما فيش شك في كده. أخيرا كريستيانو، من خلال بكرة هيكون في قرعة طبعا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. من خلال رؤيتك لمباراة اللي فاتت وأسماء الأندية اللي وصلت لدور الثمانية، مين المرشح الأبرز للحصول على يعني الشامبيون ليج السنة دي من خلال وجود أندية كبيرة جدا جدا في دور الثمانية؟ دعني أكون صريحا وأنا صريح معكم ولا أستطيع أن أخفي ذلك. أنا أعشق ليفربول، لأن ليفربول لديه مدرب جيد ولديه شخصية كبيرة ظهرت بالأمس في مباراة لندن أمام الأرسنال. بالنسبة لي أعتقد أن ليفربول لاعبي ليفربول هناك حالة اطمئنان لديهم بأنهم قد يفوزون بالشامبيونز ليج. من وجهة نظري ليفربول المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا. أو كي أكون صادق أو أكون صريح، يلعب الفاينل ثم نرى من سيذهب، لكن ليفربول في الفاينل. كريستيانو جياريتا المدير الرياضي لنادي واتفورد، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وكل التوفيق لنادي واتفورد إن شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لقناة النادي الأهلي على استضافتي. كان فخر لي التواجد على شاشة قناة الأهلي، وأتمنى التوفيق لكم ولفريقكم. كريستيانو شكرا، شكرا جزيلا تواجدك معنا. طبعا كان لقاء مهم جدا وآراء يعني جريئة ومختلفة، وتمام كمان هو رشح مش بس ليفربول لأنه ياخد البريمير ليج، لكن كمان خلال الترشيحات نقول قادر كمان ليفربول على الحصول على دوري ابطال اوروبا. هو المفارقه الغريبه بالنسبه لي زي ما انا سمعت، هو لما سئل عن ليفربول ولا سيتي، هو قال ان الاثنين عندهم نفس الحظوظ، لكن قال لك الفريق المفضل او الاقرب سيتي، رغم انه شاف سيتي او شاف افضليه نسبيه حتى لو بنسبه قليله جدا لسيتي في البريمير ليج، لكنه شاف في الابطال ليفربول رغم ان سيتي ما زال موجود. فده بيقول لك ان فعلا منافسات الابطال والادوار الاقصائيه بتختلف عن شكل المباريات في الدوري، وربما هو لو بيميل بنسبه قليله جدا للسيتي، فهو مثلا شايف ان جدول سيتي اريح شويه من جدول ليفربول في الدوري، لان ليفربول عنده مباريات صعبه. لكن اللقاء الفاصل زي ما اؤكد في النهايه، والعالم كله متفق حاليا ان اللقاء الفاصل هيحدد، لان ليفربول لو قدر يكسب ويبقى في الصداره اعتقد بنسبه كبيره جدا مش هيفرط في المكاسب في المباريات المتتاليه حتى لو كانت مباريات صعبه، لان ليفربول لما يكون قريب قوي
من بطوله او لما يكون تحت الضغط ده بيعرف يتعامل معاه، بخلاف مانشستر سيتي اللي بيتعب شويه تحت الضغط، بيواجه مشكلات يمكن اسلوبه ما بيساعدوش ان هو يتخطى المراحل الصعبه دي. صحيح صحيح, صحيح. يعني لما نخش بشكل تفصيلي بعد شويه نتكلم في مباراه سيتي او ليفربول. هنرجع للبريمير ليج، لكن خلينا نرجع تاني لمباراه اتلتيكو مدريد وخساره طبعا او خروج مانشستر يونايتد، وردود افعال طبعا غاضبه بشكل كبير جدا جدا. كل التوقعات كانت هو وصول المان يونايتد، وخاصة بيلعب على أرضه امام اتلتيكو مدريد، لكن رالف رينجن طبعا ده المدير الفني للمان يونايتد ضغوط كبيرة جدا، ويمكن كثير من الناس تقول هذا هو يمكن لنهاية السيزون هيكون مدير فني جديد للإدارة الفنية للمان يونايتد. نشوف قال ايه بعد الهزيمة والخروج من دوري ابطال اوروبا. لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول، وأنجز اللاعبون كل ما خططنا لأن ينفذوه في الشوط الأول. الشيء الوحيد الذي فشلنا في تحقيقه هو استغلال ذلك الأداء الحيوي لتسجيل هدف التقدم. تسجيل هدف التقدم هو أمر في غاية الأهمية عندما تلعب ضد فريق مثل أتلتيكو مدريد، وإذا لم تحقق ذلك فالأكثر أهمية هو أن تتجنب تكبد هدف. لكننا تكبدنا هدفا قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول في لحظة انتقالية، تم في رأيي ارتكاب مخالفة في حق أنطوني إيلانجا، إلا أن الحكم ومساعده لم يرى ذلك، وهذا سبب تكبدنا الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول. ما كان يجب في رأيي أن نتخلف بهدف دون رد بنهاية الشوط الأول، لأننا كنا الجانب الأفضل في ذلك الشوط. من المهم جدا المبادرة بتسجيل هدف السابق، وذلك أهم بصورة كبيرة عندما تلعب ضد أتلتيكو. أما في الشوط الثاني فلا أعتقد أننا لعبنا فيه لدقيقتين كاملتين دون أن يتوقف اللعب ودون أن يسقط شخص على الأرض. كانت هناك في رأيي قرارات تحكيمية غريبة، لا أريد بالضرورة القول إنها كانت حاسمة، ربما القرار الحاسم الوحيد هو عند تسجيل الأهداف. رالف طبعا المدير الفني للمان يونايتد، واكيد هو بيقول احنا بدانا المباراه بشكل افضل، ولكن كمان بيعيب على التحكيم بشكل او باخر. كلها يعني اعتقد انها يعني مبررات ما اعتقدش انها مقبوله. صحيح. بشكل او باخر هو انا طول الوقت بلتمس له اعذار، وبلتمس اعذار لاي حد يشتغل في مانشستر يونايتد في مع هذه المعطيات، لكن في 90 دقيقه ولا في 180 دقيقه ذهاب اياب انا بشوف ان هو ما عملش اللي عليه. يعني هو ما لعبش بافضل شكل، ما اختارش افضل استراتيجي يواجه بيها سيميوني، فبالتالي ايضا هو يتحمل الجزء الاكبر من الهزيمه، الى جانب طبعا الاخطاء الفرديه، لان بنشوف زي ما اتكلمنا وشرحنا مستوى الافراد خاصه في الجانب الدفاعي متراجعين بشكل يساعد على ان تكون بدري بره من بدري في الابطال. صحيح. ده على مستوى الاداره الفنيه المان يونايتد. على مستوى الاداره الفنيه سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد قال ايه؟ نشوف مع حضراتكم. كان أداء فريق مستقرا ومنتظما طيلة المباراة. علينا أن نشير بصورة واضحة إلى العمل الجماعي الذي كان مذهلا. واصلنا في الشوط الثاني التحكم في مسار المباراة ولعبنا بالطريقة المريحة لنا، اعتمدنا على الهجمات المرتدة والخصم يدرك أننا نجيد ذلك. نجح الفريق في إغلاق كل الثغرات، وذلك نتيجة لجهد جماعي كبير من المدافعين ولاعبي خط الوسط. كدت ألا أجري أي تغيير لأن اللاعبين على أرض الملعب لعبوا بمستوى متماثل. علينا بقدر ما علينا ضد مانشستر على ملعبه في لقاء الذهاب، ونحن مرة أخرى ضمن أفضل 8 أندية في أوروبا، والانضمام مرة أخرى إلى أفضل 8 أندية إنجاز متميز للنادي، إذ يأتي بعد فوزه بالدوري الإسباني. من الواضح أن موسمنا في الدوري الإسباني كان متذبذبا، الفوز بلقب الدوري كبدنا ثمنا كبيرا، ولم يكن سهلا على أتلتيكو مدريد الفوز بلقب الدوري. ثم يبدأ المهمة مرة ثانية، لأننا لم نعتد الفوز باللقب ومواصلة العمل للارتقاء بالمستوى. كل عام، لكننا بدأنا عقب مباراتنا ضد أوساسونا تنفيذ ما تحدثنا عنه. الشخصيات التي كان عليها اتخاذ القرارات بدأت تتخذ قرارات هامة، وتهيئت لنا بعد ذلك مجموعة من اللاعبين هي على استعداد لتحقيق أي شيء. كده الراجل سعيد بالتأهل الكبير، وطبعا سيمونيا سعيد بيتكلم
ان هو كان حتى الافضل على مستوى التكتيك على مستوى ادارته للمباراه يعني. صحيح انا متفق جدا انه كان الطرف الافضل وانه في النهايه انتصرت الاستراتيجيه اللي دايما بيراهن عليها سيميوني في انه بيكثف من تواجده الدفاعي والعدد في الثلث الاخير من الملعب وبيستطيع باقل عدد من الفرص انه يخلق الفارق او يسجل هدف وبيصنع فوارق فعليا من انصاف فرص. دي سياسه سيميوني وانا بشوف سيميوني وبشوف اتلتيكو مدريد هيكون خصم قوي لاي فريق يعني مهما كانت قوتك ومهما كانت جاهزيتك ومهما كان عندك او بتمتلك نجوم كبار لكن سيظل تكتيك سيميوني وستظل الاستراتيجيه اللي بيتبعها اتلتيكو مدريد بثلاث مدافعين ومنظومه 10 لاعبين تحت الكره والسرعه في التحولات من خلال جريزمان وفيليكس كل هذه المعطيات تخليك تقول ان هيكون ند صعب وفريق ما تتمناش ان انت تواجهه في الادوار المقبله. فبالتالي انا بشوف اتلتيكو مدريد واحد من الانديه اللي هتكون قويه جدا جدا في الادوار المقبله. طيب سعيد بكره القرعه وطبعا عندنا الثمان فرق طبعا بنتكلم بايرن بتتكلم على تشيلسي على السيتي ليفربول فيا ريال بنفيكا ريال مدريد واتلتيكو مدريد ثمان فرق اسماء كلها كبيره جدا. القرعه بكره ان شاء الله تتوقع القرعه ايه؟ يعني توقع مين هيقابل مين وحظوظ طبعا الوصول للمربع الذهبي افضل لمين؟ انا بتوقع ان يكون في مواجهه قويه جدا احنا على الاقل مواجهه واحده مش يعني لو مش واحده او اثنين بميل او طب يعني نتكلم على ليفربول خلينا محمد انا صلاح. بميل ان في مواجهه انجليزيه هتحصل مواجهه يعني انجليزيه يعني ليفربول سيتي او سيتي تشيلسي او ليفربول تشيلسي وبالمناسبه تشيلسي هيبقى خصم قوي جدا يعني تشيلسي يبقى مرشح قوي رغم كل الظروف اللي مر بيها لكنه فريق في الادوار الاقصائيه وفريق في مباراه خروج المغلوب ما زال قوي بشكل مرعب وتقدر تلمس ده في مباراته النهائيه انا في متوقع ليفربول ريال مدريد ونعيد النهائي ممكن وارد جدا هيبقى ماتش طبعا جماهيري قوي جدا لكن الاغلبيه لليفربول بشكل كبير لان حقيقي ريال مدريد بيعاني لما يكون الجيم قدام فرقه منظمه بشكل صحيح. كامل وليفربول فريق منظم جدا جدا لكن لما تروح لفكره مين الافراد اللي يكسب يعني نلعب بشكل فيه ارتجاليه شويه ونراهن على المهارات الفرديه اكتر والافراد اللي بتصنع الفارق هنا ريال مدريد بيصنع الفارق ببنزيما وبمدريتش واكتر من لاعب فبالتالي صحيح. انا بشوف قدام فريق منظم زي ليفربول زي مانشستر سيتي يعني 70% من 80% من الفرق في دور الثمانيه اقوى من ريال مدريد ريال مدريد هيعاني جدا يعني ريال مدريد هيشوف بكره هنشوف بكره القرعه دوري ابطال اوروبا وان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله محمد صلاح وليفربول يكون هو الحائز على هذه البطوله بطوله صعبه جدا هنشوف بكره القرعه يعني هتكون شكلها ايه. هنروح لفاصل سريع لكن هنرجع بعد الفاصل على البريمير ليج وطبعا الصراع القوي جدا جدا واقتراب ليفربول من المان سيتي بنقطه واحده وتفاصيل كتيره جدا جدا على البريمير ليج بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم دلوقتي هنتكلم على البريمير ليج وكان اهم مباراه في البريمير ليج اعتقد كلنا كنا متابعينها بشكل كبير جدا على مستوى طبعا محمد صلاح على مستوى ليفربول سعيد كانت امام الارسنال وكانت مواجهه صعبه وشفت المباراه دي ازاي ما قبل وما بعد المباراه يمكن يعني كابتن المباراه دي احدى العقبات المهمه جدا اللي كان لازم ليفربول يتخطاها عشان يوصل لقمه البريمير ليج في النهايه او يفوز بالبطوله. ماتش صعب جدا قدام فرقه بتلعب بشكل كويس جدا وبتحقق نتائج قويه ولا تتعرض لهزائم ابدا على ملعبها فبالتالي كان الفوز امر صعب جدا. المباراه شوط اول تفوق ارسنال بشكل كبير جدا جدا وحتى لحظه استقبال الهدف كانت الافضليه لارسنال وكان قادر على التسجيل مره واثنين لكن دايما بقول الافراد قادره تفوق او تجعل منظومه كلوب او ليفربول تتفوق يعني انت ليفربول مش محتاج يبقى احسن في احسن حال عشان يكسب ممكن جوتا يخلص لك الماتش صلاح يخلص لك ماتش ماني اي واحد من الثلاثي الهجومي دايما امكانيات الفرديه بتفرق في لما بتكون ظروف صعبه يعني الفروق الفرديه هي اللي بتفرق صحيح وده ساعد ليفربول امس يعني العوامل الفرديه رجحت وانصفت كفه كلوب على ارتيتا اللي كان بيلعب بتكتيك افضل او تفوق فيما يتعلق بالتكتيك قبل لحظه تسجيل الهدف يمكن خذلوا كمان رامزديل افضل حارس في الدوري الانجليزي هذا الموسم بيستقبل من زاويه ضيقه جدا فبالتالي انا بشوف ان الافراد هم اللي صنعوا فوز ليفربول وده كابتن هاني خليني اتكلم عن نقطه مهمه جدا ليه ليفربول حاليا او بيصل شعور للجمهور انه اقدر على الفوز بالدوري الانجليزي من مانشستر سيتي لان ليفربول قادر يكسب وهو سيء في حين ان جوارديولا محتاج يصنع 20 فرصه تهديف عشان يكسب
محتاج كل مره ما بيكسبش هو كويس اه ما بيكسبش هو كويس بيبقى في افضل حالاته وبيصل للمرمى ليه؟ لان انا بشوف جزء منه ليه علاقه باللاعبين وجزء ليه علاقه بجوارديولا. الجزء اللي ليه علاقه بجوارديولا انه مصمم يسجل هدف بعد 50 60 تمريره زي ما طول الوقت بيقول، ما بيخلقش التنوع، في حين ان ليفربول ممكن يعمل تحول ارنولد ثرو باس انفراد شكرا ماني او جوتا، قادر ان هو يعمل عرضيه فان دايك جون، فقادر يكسب من خلال ان انت تعمل 50 تمريره وتسجل او تعمل كره عرضيه او تعمل مرتده بلعبه واحده. طيب هكلمك في الجزئيه دي كمان على مستوى التكتيك على مستوى الافراد يعني دلوقتي حتى فيرمينيو ما بقاش يعني صحيح. بينزل بيهدف كل هو راس حربه صريح صحيح. كان دلوقتي جارديولا ما عندوش راس حربه، ما فيش راس حربه، ما فيش لاعب عنده الحس التهديفي العالي صحيح. يعني باستثناء رياض محرز الوحيد كل لاعبي مانشستر سيتي عندهم صعوبه في التسجيل في ترجمه الفرص، مش هدافين بالدرجه الاولى سواء ستيرلينج سواء برناردو سيلفا. يمكن هو حتى انا لاحظت ده في مؤتمرات جوارديولا وهو بيتكلم عن المباراه قبل الاخيره لما في مانشستر يونايتد دي بروين سجل هدفين، بيقول لماذا سجل دي بروين اليوم؟ بيقول لانه كان هناك يقصد انه في منطقه الجزاء قرب. هو بيقول طول الوقت بقول دي بروين قرب قرب، يعني انا شعرت بانه بيعاني في انه ازاي بيقنع دي بروين انه يكون قريب من المرمى عشان يسجل اهداف، لان دي بروين بهذه الامكانيات العظيمه جدا جدا وقراراته يعني حكيمه بشكل غير طبيعي طول الوقت وجوده قدمه سواء في التمرير او التسديد ما بيسجلش عدد اهداف تعبر عن 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 امكانياته. ليه؟ لانه طول الوقت ما عندوش الحس التهديفي ولا بيميل ان هو يقرب من المرمى، بيميل اكتر لادوار التطوير وصناعه اللعب. كذلك برناردو سيلفا لاعب على 6 يارده بيضيع، ليه؟ لانه لاعب مشغول اكتر بالحيازه بالوقوف على الكوره ازاي يوزع اللعب ازاي يعمل الربط، فبالتالي جوارديولا فعليا يعاني من انه مفتقد للمهاجم اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف، بيعاني ايضا من ان الافراد عنده مش ما عندهمش الحس التهديفي العالي. لكن هو يتحمل جزء ايضا لان قدام تكتلات زي كريستال بالاس وساوثهامبتون وناس كتير بتدافع ب 10 لاعبين، انت مهاجم ان انت تعمل التنوع تلعب مهاجم عمق. ليه خيسوس مش موجود 20 دقيقه 25 دقيقه انت واقف في ال 18؟ ليه ما فكرتش في حلول ثانيه توصلك للمرمى بشكل مختصر؟ والحلول ديت يمكن اللي لجأ ليها يورجن كلوب من خلال تغييره سريعه جدا وجود فيرمينيو بعديها بثلاث دقائق بيحرز هدف كان مهم جدا، كان هدف الثاني لليفربول وكان هدف الاطمئنان، يعني كان المباراه انتهت بهذا بهذه النتيجه 2-0 وفوز كبير جدا وفوز مهم جدا جدا لليفربول للحاق بالمان سيتي. تعالوا مع بعض نشوف يورجن كلوب المدير الفني لليفر قال ايه بعد هذا الفوز على الارسنال 2-0. Like talking about City and as if they would miss a striker. That's a joke. The way they played, they had against Crystal Palace, they had like. تتحدث عن مانشستر سيتي وكأنهم يفتقدون وجود رأس الحربة، هذه مزحة. الطريقة التي لعبوا بها ضد كريستال بالاس كانت لديهم 5 أو 6 فرص واضحة، لا علاقة للأمر بعدم وجود مهاجم. أنت تخبرني أن دي بروين سدد على العارضة لأنه لم يكن هناك رأس حربة. لا يمكنك فتح نقاشات كما تريد، فمن ناحية هم أفضل فريق في العالم وفي الجانب التالي يحتاجون إلى رأس حربة. كرة القدم ليست بهذه السهولة، تضع رأس حربة وفجأة ينهي الهجمات. نحن بحاجة إلى لاعبين بطرق مختلفة أيضا، ليس الأمر أنه يمكنك فقط أن تكون مهاجما يسجل الأهداف. إذا كنت تريد أن تكون مهاجما لليفربول فعليك أن تبذل جهدك في كل مباراة. نعم بالطبع ذلك يعطي زخما، لكن الزخم هو أكثر الإزهار هشاشة، لكن الزخم هو أكثر الأزهار هشاشة على هذا الكوكب. شخص ما يمشي ويدوس وينتهي الأمر ثم تعمل مرة أخرى، ولا أعرف كم من الوقت سأحتاج لأستعيد الزخم، لذلك أنا لست صديقا كبيرا للزخم. الأمر يتعلق بتجاوز المباريات وإيجاد طريقة في المباريات لتجاوزها، ثم دعنا نرى أين ننتهي. الأمر صعب دائما وابدا. بنقول يورجن كلوب كمان على مستوى التصريحات والمؤتمر الصحفيه زي ما في الملعب كده زي في المؤتمر الصحفي بيعرف يتكلم بشكل اكتر من رائع. هاخد من كلامه وناقشك سريعا فيه. اول حاجه كان واحد ساله اصل مشاكل المان سيتي ما بيلعبش براس حربه، فقال له لا هم مش محتاجين يلعبوا براس حربه، عندهم دي برون ضيع وعندهم فرص كبيره جدا 7 فرص امام كريستال بالاس، فدي نقطه. النقطه الثانيه كان بيتكلم على الزخم اللي هو توالي المباريات بشكل او باخر، وبيقول لك ما هو عندوش مشكله بدوت، ولكن دايما بينظم مبارياته بشكل جيد عشان يظهر ويكسب بشكل جيد كمان. يعني صحيح هو خلينا اقول ان هو في رده الاول هو بيرد على جوارديولا، يعني هو جوارديولا في مؤتمراته السابقه قال ان انا ما عنديش صلاح
وما عنديش جوتا ولا ساديو ماني، ما عنديش الهداف اللي هو بيمتلكه ليفربول، لكن عندي عمل جماعي، بشتغل بمنظومه جماعيه. في النهايه اي حد بيجي يسجل، وحقيقي جوارديولا بيبذل جهد خططي كبير جدا 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 عشان يقدر يعمل الشغل ده. لكن التسجيل انا متفق جدا مع جوارديولا انه يفتقد اللاعبين الهدافين اللي بيمتلكهم ليفربول. ليفربول بيسجل من اقرب الفرص او بيصل للمرمى باقرب الفرص، لانه عنده جوده لاعبين. لا ننكر ابدا ان كلوب عمل شغل كبير جدا فيها، يعني هو اسهم في تطوير اللاعبين كلهم بشكل كبير جدا، لكن هم عندهم الملكه كابتن الهداف. صحيح. الهداف عنده الحس وكمان بيشتغل عليه. في لاعبين ما بتحبش تشتغل على شغل التهديف، يعني مثلا في صناع اللعب او لعيبه مهاريين بيبقوا بره الصندوق بيميلوا اكتر لصناعه اللعب. فرانك ريبري مع بايرن ميونخ جوارديولا عان عشان يقنعه يسجل اهداف، قال له انت لعيب عظيم جدا، انت امهر واحد في الدنيا، لكن لازم تسجل اهداف. فقال له انا مش عايز اسجل اهداف، انا ما بحبش اسجل اهداف، انا بحب اكتر ده تالنت ودي تبقى موهبه. يعني هو بيحب اكتر يجيب الكره من تحت ويراوغ واحد واثنين وثلاثه ويعمل ثرو. هو كده، هو جوارديولا قال عليه لاعب حواري، هو اتعود على ده من وهو صغير، فمش حابب يخرج. في ناس في صناعه اللعب الحس التهديف عندها بيبقى اقل، فبالتالي لا ممكن انت ما تشوفش صلاح بهذه العظمه في المراوغات، لكنه مفيش حد اعظم منه في التسجيل. وده اللي بتكلم فيه دايما، قوه صلاح وقوه اللعيبه الكبيره، انه حتى ممكن جدا في اوقات ما بيكونش موفق فيها على مستوى الاداء، لكن دايما متواجد ودايما بيحرز اهداف. وده يمكن خليني اقول لك يا كابتن حاجه، اهم واصعب مهاره انك تسجل هدف. ده صعب، انا عايز ما انا مش عايز حاجه غير انك تجيب جول. اهم مهاره في النهايه. صحيح. فبالتالي خلاص انت عندك ناس بتعمل ده، فانت عندك كل حاجه. سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. انا بشكرك جدا يا يعني كابتن، ودايما بستمتع في حقيقي بالحوار معاك يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ليك. وخلينا هنطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل لسه عندنا كمان يعني فقرة مهمة جدا مع محمد الباز المحلل العالمي، ونتكلم بقى على السيتي، ازاي السيتي وصل لهذه الدرجة من الانسجام و و و وارقام واحصائيات وصور وحاجات كتيرة جدا مع الناقد الرياضي ومحلل الأداء العالمي محمد الباز بعد الفاصل.